محمد الدهش، ايش ابرز حدث كان في الجوله الثالثه لفت انتباهك؟ اولا طبعا عدم تحقيق النصر لثلاث خسائر، طبعا تحقيق ولا نقطه، هذا حدث كبير، يعني نادي كبير، فاتورته عاليه، عنده قيمه سوقيه لجميع اللعيبه الموجودين، اعتقد انه من اغنى الانديه الان في السعوديه، واتوقع انه كان احد المرشحين للدوري ولا زال. عدم تحقيقه لأي نقطة بالرغم من الظروف، أنا أتوقع مثلا ظروف التحكيم، ظروف الكورونا. احنا نشوف الفيصلي الآن كان عنده 5 أو 6 حالات قدام الوحدة، انتصر على الوحدة، ما قال والله عندنا كورونا أو شيء. التحكيم جزء من اللعبة، فأتوقع أن النصر عدم تحقيقه لأي نقطة هذا الحدث الأبرز طبعا في الثلاث جولات. أما الجولة الماضية أتوقع فوز نادي الاتحاد على نادي الأهلي بعد 7 سنوات هي أهم ما حدث في الجولة الثالثة.